وعد الله لن ناخذ وفلسطين في العيون وعد الله لن ناخذ وأنظمتنا خوفة والمواكبين لهذا الحدث اليوم الذي يصادف الذكرى 76 للنكبة، نكبة 1948 التي عرفت يعني خسارة وانهيار الجيوش العربية أمام الكيان الصهيوني، بل وتهجير غير مسبوق للفلسطينيين، بل وحصار كل الفلسطينيين في مأساة عرفتها الأمة الفلسطينية. حدث اليوم أو نكبة هذه السنة التي تصادف الذكرى 76 تأتي مختلفة أكيد في ظل سياق مهم جدا نواكبه اليوم، وهو سياق طوفان الأقصى وما عرفته يعني أحداث طوفان الأقصى في فلسطين. نعتبر على أن هذه السنة هو نكبة الكيان الصهيوني، نعتبرها نكبة الكيان الصهيوني ونعلنها من هذا اليوم، من يوم النكبة في فلسطين. نعلن أن هذا اليوم سيخلد، يوم 7 أكتوبر سيخلد يوما للنكبة الصهيونية على الأراضي المحتلة في فلسطين. انهارت كل الجيوش، انهارت الترسانة الصهيونية. نقول على أننا في طنجة ما زلنا مستمرون وداعمون القضية الفلسطينية بحضور وكثافة وفعاليات مختلفة. هذا اليوم نحييه بقوة، وتحييه هؤلاء النسوة وهؤلاء الرجال المناضلون والمناضلات، هدفهم واحد هو تبليغ صوت المغاربة والطنجاويين على وجه خصوص إلى إخواننا في غزة. وشكرا. بداية تحية إجلال وصمود لفلسطينيين وخاصة فلسطيني غزة وخاصة نساءها. الحقيقة يصعب الحديث في ظل الألم وفي ظل الجرح وفي ظل ما تعاني فلسطين خاصة في غزة. نحن نخرج في هذا اليوم كساكنة مدينة طنجة تضامنا مع إخواننا في فلسطين، وتنديدا بما يقع لهم من مجازر، لأن هذا الخروج يشعرنا بأننا لازلنا يعني فينا ذرات الإنسانية. من لم يخرج ولم يتضامن مع فلسطين في هذا الظرف بالذات فعنده مشكل في الإنسانية دياله. إذا هذا الخروج هو يحيينا أولا، ثم يشعر إخواننا بدعمنا، ندعمهم نفسيا. قد لا نستطيع دعمهم بالسلاح أو أي أشياء أخرى، ولكن على الأقل على الجانب المعنوي نقول لهم نحن معكم حتى النصر وحتى التحرير، ومزيدا من الصمود حتى النصر إن شاء الله، وإنه لقريب بإذن الله. وقفة اليوم تأتي بدعوة من الجبهة هنا بمدينة طنجة إحياء لذكرى يوم الأرض، تنديدا بالمجازر المتواصلة والحرب الهمجية البربرية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ضد قطاع غزة المحاصر والمجوع والمطوق من جميع الجهات برا وبحرا وجوا، تنديدا بكل الجرائم التي اهتز لها كل الضمير العالمي. كل العالم يغلي، كل العالم يتحرك ويحتج من أجل إيقاف حرب الإبادة، حرب التدمير الممنهج، حرب إفراغ قطاع غزة من ساكنته الأصلية من الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم
للمتشبثين بثقافة المقاومة وثقافة التشبث بالأرض. إذن دائما الجبهة المغربية هنا بمدينة طنجة كانت حاضرة وتحضر بقوة من خلال جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية، من خلال الوقفات، من خلال المسيرات التي تعبر من خلالها ساكنة مدينة طنجة عن دعم هذه القضية التي تعتبر قضية وطنية بالنسبة لجميع الشعب المغربي. أنا مواطنة طنجاوية، كنحضر دائما مع أي مسيرة، ما كيهمنيش شكون اللي كينظمها، أي مسيرة كنكون متواجدة فيها، لأن كنظن هذا أضعف الإيمان، أضعف ما يمكن أن نفعله هو أن نخرج في هذه المسيرات وأن نقاطع هادشي اللي في الدنيا ما نعمله. السلام عليكم.